وعاء تراثي بأشكال وأحجام كثيرة، مهمته الوحيدة صب القهوة السعودية. وعاء تراثي بأشكال وأحجام كثيرة، مهمته الوحيدة صب القهوة السعودية. القهوة السعودية تصب بوشه. يلا يلا حسن، موجود عندك وعاء تراثي هصب فيها الأشياء؟ وعاء تراثي حط فيها الأشياء. يلي بابا. السلام عليكم. هذا عفيف، وعاء تراثي حط فيها الأشياء، القهوة والشاي. أسمعك والله. وعاء نحط فيه القهوة والشاي، موجود عندك؟ باقي دقيقتين. دلة موجود. حاطني على عفيف. حاطني على قهوة. يدك العافية، أرجع. شاف واحد جاي من بعيد وواحد جاي من قريب. بسم الله عليك. هوب. جلس. وعاء تراثي بأشكال وأحجام كثيرة، مهمته الوحيدة صب القهوة السعودية. وأحب أذكر، القهوة العربية تغير اسمها إلى القهوة السعودية متى؟ في عام 2022. فدائما نقول القهوة السعودية وليست القهوة العربية. والإجابة وعاء تراثي مهمته يصب القهوة، ما يحفظ القهوة. الإجابة الله عليكم أنتم. ما صحيح؟ جبته قبل بس هو جابها الصحيحة. تراثية وتصب القهوة مو بتحفظ القهوة. تصب حتى ذي تراثي هذا؟ ما مش يعتبر تراث. يعتبر يعتبر عادي. أعطيك كلمتين. أعطيك كلمتين لا أزعل منه. 500 تبي تكمل؟ كمل. السؤال اللي بعده 1000 ريال، شدوا حيلكم.